وما نفرضوا راينا حتى على واحد، بالعكس رانا في وقت اللي اذا اعتبرناه وقت الديمقراطيه هذا يفرض على كل واحد انه يكون مستعد لقبول الراي الاخر، والاخر يجب ان يكون كذلك على استعداد لقبول الراي الشخصي، لكن بمقاطع يعني تقاطع يعني الاراء قد نصل الى الراي الذي يتفق عليه الجميع يعني، وبالتالي بهذاك الراي من خلال التخاطب والحوار وتبادل الاراء نصل الى الراي الجاد الذي ان شاء الله يدفع بهذه البلاد الى السكه التي ان شاء الله نحقق يعني من خلالها يعني الغايه المرجوه هي الامن والاستقرار واستغلال يعني كل الموارد التي حبانا بها الله.